بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم يا واسع يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي وسعت به الأكوان رحمة وعلما، ووسع الناس هداية وعطاء وشفاعة وخلقا، ووسع الجاهل علما وحلما، صلاة توسع بها علينا ومن معنا في الرزق والعلم والفهم، حتى نسع كل من سألنا ولا نخيب رجاء من قصدنا، تخلقا بأخلاق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا واسع يا عليم يا حكيم، اللهم يا حكيم يا من تؤتي الحكمة من تشاء، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي آتيته الكتاب والحكمة ليعلمنا ويزكينا، صلاة تورثنا حكمة من حكمته في أقوالنا وأفعالنا وعقولنا ووجداننا، حتى نتقن ونحكم ما أقمتنا فيه وأردته منا، فإنك تحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. يا الله يا حكيم يا من أتقن كل شيء، اللهم يا ودود يا حبيب يا محبوب، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي جعلته مظهرا لودك لخلقك، فهو حبيبك وأنت حبيبه، أرسلته لخلقك فمن آمن به أحببته فوليته بنصرك ورعايتك ورحمتك ومغفرتك، وعلمتهم القيام بحق ودك فصرت لهم حبيبا وصاروا لك أحبابا، صلاة تجعلنا ممن قلت فيهم يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وممن قلت فيهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فتؤنس وحشتنا وتغفر زلتنا وتقبل دعوتنا وترفع همتنا يا رحيم يا غفور يا ودود يا الله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله ابن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وزواره في الدارين، آمين. أما بعد، ما زلنا في الحديث رقم 54، حديث دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم المروي بإسنادنا إلى الإمام البخاري بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه: وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وآله وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره، فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. وتكلم في أوجه، ووقفنا على الوجه 15 قوله: وقام الأعرابي أو قال غيره، شك من الراوي، وهنا بحث،
لما قام في المرتين هذان الأعربيان أو الأعراب الواحد على شك الراوي، ولم يتكلم من الخلفاء أحد والصحابة؟ فالجواب أن مقام الخلفاء والصحابة رضي الله عنهم الرضا والتسليم، ومقام السائل الفقر والتمسكن. وقد قحطت مرة جزيرة الأندلس، فأتوا لبعض الصالحين المتولهين. المتولهين يعني إيه؟ المتفرغين للعبادة حبا لله وشوقا، من الوله وهو الشوق الزائد الذي يشغل عما حولك حتى يشغلك عن نفسك. وقد قحطت مرة جزيرة الأندلس، فأتوا لبعض الصالحين المتولهين فرغبوا منه أن يخرج معهم للاستسقاء، وكانت عادته أن يركب قصبة يظهر بذلك ما يشبه الحمق، يعني يركب عصاية ويعملها فرس زي الأطفال كده المجانين علشان يبين نفسه أنه أحمق يعني قدام الناس. كان بيعمل كده الإمام الشبلي برضه علشان يبين أنه هو عنده نوع من الخلل، يقوم الناس تبعد عنه، يقولك ده راجل مجنون مالناش دعوة بيه. فكان عادته يركب قصبة كده يعني يحطها بين رجليه ويجري كأنه راكب فرس يعني زي الأطفال، حركات الأطفال يعني. وكانت عادته أن يركب قصبة يظهر بذلك ما يشبه الحمق، فخرج معهم وأتى غيطا للملك. غيطا ده غيط كده، كلمة غيط دي كلمة تلاقيها مصري برضه، وفي الأندلس يقولوا عليها غيط برضه أيام ما كان الأندلس عربي. الغيط اللي هو الحقل، مكان الزرع، البستان، احنا نقول عليه برضه في مصر الغيط، دي اللغة مصرية فصيحة يعني. لكن ايه عند اهل المدينه والحجاز يقولوا عليه الحائط او البستان يسموه كده. واتى غيطا للملك فقرع الباب قرعا عنيفا، فخرج اليه الجنان مسرعا، الجنان اللي هو الجنين يعني المسؤول عن الغيط، فقال له ما شانك؟ فقال اسقي كل ما في الغيط. ويسمى الغيط بالأندلس بستانا. فقال له ما أكثر فضولك؟ أنا أعرف ببستاني، إذا احتاج السقي سقيته. فرد رأسه إلي وقال لهم سمعتم مقالته؟ كأنه ربنا أعلم متى يسقي ومتى لا يسقي، يعني هو خد منهم الإجابة من هذا الرجل الجنين يعني. فيقول لهم لما ربنا يريد هو أعلم ببستانه متى يسقيه يسقي. سمعت كلام الراجل ده، يعني الراجل ده أعلم من ربنا، فهمت؟ هو يريد أن يعظهم يعني بطريقة غير مباشرة. فقال له ما أكثر فضولك؟ أنا أعرف ببستاني، إذا احتاج السقي سقيت. فرد رأسه إليهم وقال لهم سمعتم مقالته؟ هو أعرف ببستانه، فما أردتم مني؟ عايزين مني إيه؟ إلا أن يخزيني. ثم ركب قصبته وتركهم، ركب الفرس بتاعه وجري اللي هي العصايه بتاعه. ثم ركب قصبته وتركهم وانصرف، فما رجعوا الا وهم قد سقوا. وسيدنا صلى الله عليه واله وسلم كان يحمل كلا على حاله، فالضعيف يجبره والقوي يحمله، وما بين ذلك يلطف به، كل ذلك رحمه من الله بعبيده، ليدخل في هذه السنة المباركة القوي والضعيف، وكل واحد منهم متبع، إلا أنه بشرط أن يكون كل واحد من القوم يعرف شربه من الحقيقة أو من الشريعة أين هو وما شروطه وما وظيفته. يعني ربنا أقامك في مقام التفويض ليك أدب، ربنا أقامك في مقام التوكل ليك أدب، ربنا أقامك في مقام المسكنة ليك أدب، ربنا أقامك في مقام الفقر ليك أدب، كل واحد ليه أدب مع الله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمل كل واحد على مقامه وحاله صلى الله عليه وآله وسلم. وما شروطه وما وظيفته، وهنا هي الفائدة العظمى، جعلنا الله ممن من بها عليه بمنه. الوجه السادس عشر، يعني هو عايز يقول لك أن الصحابة كانوا في مقام الرضا والتسليم، عشان كده ما سألوش النبي، لا قبل كده عشان الدنيا تمطر ولا بعد كده عشان الدنيا تبطل مطر، لأنهم في مقام التسليم، حيثما فعل الله هم راضين،
لكن الأعرابي كان في مقام المسكنة والافتقار، فكان علشان كده بيروح يسأل النبي: احنا جعانين يا رسول الله. لما جاع وشبع قال له: يا رسول كفاية كده، احنا هنغرق. لأنه في مقام على قد حاله، كل واحد على قد ايه حاله. الوجه السادس عشر قوله: فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. البحث هنا كالبحث في قوله هلك المال، غير أن هنا معنى آخر، وهو أنه يدعو بالصحو عند كثرة المطر ودوامه، كما يدعى بطلبه عند إبطائه وعدمه، لأن كلا الحالتين ضرر، والمقصود للضعيف ما فيه رفق. يعني أول خلاصة أنك أنت فقير على كل حال، لو ما مطرتش فقير للمطر، ولو مطرت فقير للصحو، فأنت أصلا فقير على كل حال، عمر ما هيجي لك الغنى أصلا إلا أنك تعتمد على مولاك، فأنت على كل حال فقير. فأنت فقير في حال عدم المطر بالجفاء، ومع كثرة المطر فقير إيه؟ إلى الله خوف الغرق. ففي الحالتين أنت مفتقر. الوجه السابع عشر في قوله عليه السلام: حوالينا ولا علينا. من الفقه أنه لا يطلب من رفع الأذى إلا قدر ما تحقق به أذى. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش مثلا إيه: اللهم ارفع عنا المطر. ده لو قال كده هنجوع ونرجع تاني نعاني مما كنا نعاني منه من القحط. لكن النبي عنده حكمة، قال يعني ارفع ما لحقنا من أذى منه ولا ترفعه كله. إلا قدر ما تحقق أنه أذى، لأنه لما تهدم البناء في المدينة وغرق المال وهي الإبل كما تقدم، لأن كثرة المطر للإبل تتوحل فيه ولا يصلح لها به حال، والجبال والصحاري ما دام المطر كثرت الفائدة فيها في المستقبل من كثرة المرعى والمياه. يعني إذا كثر المطر في الجبال في الأماكن غير المسكونة يزيد الرخاء والمراعي تنبت، وإذا كثر في المدينة يزيد الوحل والناس ما تعرفش تمشي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حوالينا لا علينا. وغير ذلك من المصالح، فدعا أن يرفع قدر ما فيه الضرر وتبقى الجبال وما حولها لما يرجى فيها من الخير. الوجه الثامن عشر في هذا دليل على ما أعطى الله سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلام، على ما أعطى الله سبحانه نبيه عليه السلام من الإدراك العظيم للخير على سرعة البديهة. طبعا لأن النبي هو الموفق، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف على طول بالبديهة إيه اللي هو فيه الخير في الحال، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لو واحد عادي غير النبي كان يقول اللهم ارفعه عنا فقد غرقنا، ما قالش كده، فهو موفق على البديهة، إن هو رده إلى الأماكن التي يأتي منها الخير ورفعه عن الأماكن التي فيها يأتي فيها الوحل ويأتي فيها الضرر صلى الله عليه وسلم. الوجه التاسع عشر قوله: فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب، فيه دليل على عظم معجزته عليه السلام في ذلك، وهو أن سخرت السحاب له. أهي دي وراثة من وراثة سليمان، وما من نبي أوتي ملكا إلا ونبينا أوتي مثله وزاد عليه. واحد خد بالك، فله يعني سيدنا سليمان يقول علمنا منطق الطير، والنبي لما مر على اليمامة اشتكت له وقد اصطادها أحد الأعراب إن أفرخها تركهم لوحدها، فهم منها أنها بتشتكي، فأمر الرجل إن هو يتركها حتى تطعم أفرخها وتعود إليه في محبسها مرة أخرى، وأخذ علي العهد بذلك فذهبت وعادت. يعني كلم الطير، وكذا كلمته إيه الغزالة أو الظبية، وكذا كلمه الذئب، وكلمه الجمل وشكى له صلى الله عليه وسلم ورفع شكايته. يبقى النبي له من ملك سليمان الكثير، ولما تفلت عليه في صلاته شيطان أراد أن يحرق الوجه الشريف في أثناء الصلاة أمسكه بيده صلى الله عليه وسلم حتى أنه خنقه بيده وأحس ببرد ريقه على يده، وأراد أن يربطه في سارية من سواري المدينة، إلا أنه تذكر أن سيدنا سليمان قال: ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركه صلى الله عليه وسلم. يبقى ما من نبي أوتي ملكا
وأوتي معجزة إلا ونبينا أوتي مثلها وزاد عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن إشارت للسحاب والسماء فتطيع، دي حاجة من ملك سليمان أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم بالبداهة، وفاق سليمان أنه أشار للقمر فانشق، لأن القمر كمان أعلى من إيه، من الفراغ اللي بين السماء والأرض. فيه دليل على عظم معجزته عليه السلام في ذلك، وهو أن سخرت السحاب له كلما أشار إليها امتثلت بالإشارة دون كلام، لأن كلامه عليه السلام مناجاة للحق، وأما السحاب فبالإشارة، فلولا الأمر لها بالطاعة له عليه السلام لما كان ذلك، لأنها أيضا كما جاء مأمورة حيث تسير وقدر ما تقيم وأين تقيم، لأن كل شيء في الأكوان ده بقدر. وهنا إشارة لطيفة، وهي أن السحاب تفهم على بعدها منه الإشارة، والمحروم الأطروش القلب، الأطروش القلب يعني إيه؟ يعني أصم القلب الذي لا يسمع يعني، والمحروم الأطروش القلب يسمع منه درر المواعظ ولا ينتبه، كلا بل ران على قلوبهم، من لم يكن له في القدم سعادة فكل موعظة عليه خسران. وقول إلا انفرجت أي زالت وتنحت امتثالا لما به أمرت، وقول وصارت المدينة مثل الجوبة معناه مثل جيب الثوب، أي في ناحية منه. عارف جيب الثوب اللي هي إيه؟ حلقة الفتحة بتاع الثوب اللي بتدخل منها رقبتك، فبقى كأنك الحلقة كده، المطر حواليها وهي إيه؟ كجوب الثوب. وقول وسال الوادي قناة شهرا، أي جرى فيه الماء من المطر شهرا، وهو من أبعد أمد المطر الذي يصلح الأرض التي هي متوعرة جبلية، لأنه يتمكن في تلك الأيام بطولها التي فيها، لأنها بارتفاع أقطارها لا يثبت الماء عليها فيبقى فيها حرارة، فإذا دام سكب المطر عليها، فإذا دام سكب المطر عليها قلت تلك الحرارة وخصبت الأرض. ولذلك قال جل جلاله في كتابه: كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، لأن المطر هو الوابل الشديد، فتخصب أرضها فيأتي ثمرها ضعفين مما هي العادة فيه. وقول ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود، أي كل الجهاد دام فيها المطر. وهنا إشارة، وهي أن بركة الجوار أفادت الأرض الرحمة، وهي جماد فكيف بالحيوان؟ بركة الجوار يعني الأرض لما جاورت المدينة، اللي هي الجبال دي لما جاورت المدينة أصابتها من رحمة المدينة، يبقى الجوار مفيد أهو، جوار بالصالحين ده يفيد، إذا كان جوار الجماد أفاد الجماد فما بالك بقى بجوار الصالحين، فهمت؟ فالجوار يفيد. وعلشان كده في فروع في الفقه تبين لك ان الجوار ينبني عليه احكام فقهيه، يعني يقول لك جلده المصحف لما جاورت المصحف اخذت حكم المصحف فلا يلمسها الا متوضئ، مع ان هي جلده مش مكتوب عليها حاجه، لكنها لما جاورت المصحف وصارت منسوبه للمصحف يقول لك جلده المصحف فلا يمسها الا متوضئ، شرفت بالجوار، فالجوار يشرف الانسان. وكذا يعني ايه، إن جاور السعيد يسعد وإن جاور الشقي يشق، وحتى الناس العامة يقول لك من جاور السعيد يسعد، دي شيء معروف، فالمجاورة تفيد أهو، يبقى القرب من الصالحين يفيد، إنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لما دخل واحد في وسط الصالحين وكان ليه مصلحة جاي علشان مثلا بعد ما بيقعدوا ويذكروا بيأكلوا، فهو جاي يستني الأكل مش جاي للذكر اصلا، او جاي علشان في واحد من اللي قاعدين في ايده مصلحه ليه دنيويه يقضيها له، فقاعد هو ملوش في المساله دي، لا له في الذكر ولا في الطاعه، ده مجرد انه قاعد بس، يوم ربنا ينادي منادي من قبل الله ايه، قوموا مغفورا لكم، يجي الملك اللي خد الامر ده يقول له يا رب فيهم فلان ليس منهم، ده جاء لمصلحه دنيويه قريب، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يبقى استفاد بالجوار، يبقى فائدة الجوار دي واردة في الشرع الشريف
في أمور كثيرة. يبقى من جاور السعيد إيه؟ يسعد. وعشان كده يقول لك حريم الشيء له حكم ما هو حريم له. دي قاعدة فقهية ذكرها الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر، وجاب عليها فروع فقهية كتيرة، عمل فيها يمكن صفحتين فروع فقهية، من كلمة إيه؟ إن حريم الشيء له حكم ما هو حريم له، يعني حريم الشيء يعني جوار الشيء له حكم الشيء. المسجد متحوط بفراغ، داير داير، وبنوا فيه جنينة، عملوا فيه جنينة، حديقة المسجد لا حكم المسجد، لا تمكث فيها الحائض ولا ينام فيها الجنب، لأنها بقت حكمها حكم المسجد، مع أنها مش من داخل المسجد، خارجه، بس طالما دخلت في سور المسجد لا حكم المسجد. حريم الشيء له حكم ما هو حريم له. كويس؟ فيبقى دي كلها دليل على أن الجوار معتبر في الأحكام الشرعية وفي الأحكام الأخروية وفي أحكام البركة أيضا والتبرك. لما الماء كان مباركا فجاور الأرض أنبتت الكلأ والعشب الكثير، فلولا جوار الماء مع الأرض والماء، والماء مبارك، وقال لك أنزلنا من السماء ماء مبارك، يبقى ماء السماء ده ماء مبارك، لما يجاور الأرض يخرج منها الحياة. يبقى ايه كلام المصريين اللي يقولوا من جور السعيد يسعد؟ ده كلام شرعي، ده دي حكمة فهموها من علماء الأزهر، هم اللي علموها لهم، لأنها حكمة فقهية منضبطة وليس كلام عوام يحتاج إلى ايه إننا. علشان كده يقول لك حتى إن الأرض تغلى والدار تغلى بالجار، الدار تغلى بالجار، يقول لك أصل الدار دي بجوار مين؟ بجوار فلان، فتغلى على طول. تصور انت مثلا عايز تاخد تنزل الوقت تعمل عمرة، تقول لهم انا عايز اعمل عمرة، هتنزلونا في فندق ايه؟ يقول لك كل ما يبقى صف اول على الحرم يبقى السعر اعلى، يبقى حتى صاحب الفندق اللي جواره للحرم بيكسب اهو، لانه من جوار السعيد غلي، غير اللي صف تاني، غير اللي صف تالت، غير اللي صف رابع. كلما زدت من الجوار وقربا كلما زدت غلاء وقيمة، واخد بالك؟ حتى على مستوى كل حاجة، حتى على مستوى الإيجار والإيجارات، كل ما تبقى أنت قريب من وسط البلد كل ما تبقى الإيجارات أغلى، كل ما تبقى في أطراف المدينة بعيد كل ما تبقى الإيجارات أرخص، وهكذا. يبقى من جاورة المجاورة لها فائدة. اللي يجاور الجامع مش زي اللي يجاور الخمارة، واحد عنده عمارتين، عمارة جنب خمارة وعمارة جنب جامع، وعارضهم للبيع، تلاقي العمارة اللي جنب الجامع تتباع تاني يوم، والعمارة اللي جنب الخمارة حلاني بقى على ما يجي لها واحد ايه مسيحي يشتريها ولا بتاع، لان المسلم هيقول لك انا هشتري اللي جنب الخمارة عم بيع ايدي، هيطلع كل يوم منها الناس طول الليل سكرانين، واخد بالك، ويخبطوا ببعض، فيبقى مش امن على نفسه. يبقى ايه؟ تملي الجوار يفيد. حتى الكلب لما جاور أهل الكهف ذكر في القرآن، تقول وكلبهم، الكهف تاخد عليه 10 حسنات واللام تاخد عليه 10 حسنات، يعني تقول كلب وتاخد ثواب، شوف قد إيه، وتقولها جوه الصلاة، حاجة غريبة، كلب نجس وتقول جوه الصلاة، أصل هو لما جاور أهل الكهف شرف بجوار فصار يذكر في القرآن، وكلبهم باسط ذراعي بالوسط، يا سلام، وبيوصف حاله كمان نايم ازاي، يعني الكلب كمان بيجي يقوله بس، لا ده كلب وبيوصف حاله ونايم ازاي وكل ده، وتبقى جملة مفيدة تقولها داخل الصلاة تتعبد بيها، دي حاجة غريبة قوي. يعني الجوار ده له فائدة كبيرة، خدت بالك؟ فربنا يجعلنا بجوار نبينا صلى الله عليه وسلم ويرزقنا جوارا معه في الدنيا والآخرة. وهنا إشارة، وهي أن بركة الجوار، شوف أنت جسمك طول ما الروح دي مشرفة ساكنة جوه الجسم، الجسم ده بقى ليه قيمة، يا سلام، إنسان الناس تقابلك وتسلم عليك وتاخدك بالحضن وتعزمك عندهم ويبقوا فرحانين بيك. طب تخرج الروح يقول لك هندفنها إمتى الجثة دي؟ الله، ده بقت جثة ما بقتش إنسان. أغلى الناس ليك أول ما تطلع روحك يكونوا أسرع الناس زهدا فيك، عايزين يتخلصوا، مش عايزين يبيتوك في الشقة، يا تبقى تقيل قوي، مع إنك كنت حبابهم طول ما الروح جوه،
أول ما الروح مشيت خلاص ما بقاش في شرف لهذا الجسد، ارميه وارمي عليه شوية تراب يلا وكبر عليه أربع وهات غيره، واخد بالك، واخلص. حتى الناس ما يقولوش إيه هو فين فلان، يقول لك يا فين الأمانة فين الجثة، حتى ما يقولوش فين يسري، يقول لك فين الجثة. ليه؟ لأن هي قيمة الإنسان في روحه. فهمت إزاي؟ طول ما الروح دي مجاورة لهذا الجسد في داخله شرف هذا الجسد ويعامل معاملة الإنسان المكرم، كرمنا بني آدم. أول ما تطلع واخد بالك إزاي؟ خلاص ادفنوا وتاووا الجثة وخلصونا منها. وهنا إشارة وهي أن بركة الجوار أفادت الأرض الرحمة، وهي جماد، فكيف بالحيوان؟ ومن ذلك مجاورة أبي طالب مع عدم الاتباعية حصلت له بركة، وهي كون أقل أهل النار عذابا. نار إيه؟ نار التطهير، لأن إحنا عندنا أبو طالب ناجي، فالنار اللي هيدخلها نار تطهير لدخوله الجنة، لأن ما قالوا في الآخر الجنة. لماذا؟ لأنه أصر بالإيمان ولم يتلفظ بكلمة الإيمان، فلم يظهر منه إسلام، فمات مؤمنا غير مسلم، فدخل نار التطهير حتى يترقى لأن يدخل الجنة بعد ذلك. وهو في نار التطهير لجواره للنبي بقى أقل الناس عذابا في نار التطهير كمان. شفت قد إيه؟ فدي كلها أفة. لكن في المجاورة إشارة لما كان فيها منفعة ما، وهي ما يؤخذ فيها من العون بما يخرج منها لأهل الإيمان لحقتها البركة. فإن كانت بزيارة بزيادة ما ولو بالقرب لحقتها حرمة الاحترام. ألا ترى كيف جعل صلى الله عليه وسلم لما قرب من المدينة بقدر 12 ميلا حرما كحرم مكة، لا يقتل صيد ولا يعضد شجر لحرمة من جاوره. يعني حتى المدينة البقعة اللي قعد فيها النبي في المدينة دي قد إيه؟ قد المسجد الحرام الآن، المسجد النبوي الآن هو قد المدينة اللي كان عايش فيها النبي كلها. طيب وكل اللي خارج ده والفنادق دي كلها دي خارج المدينة أيام النبي، لكن داخل حرم المدينة، لأن النبي حرم ما بين لابتيها 12 ميل حوالين المدينة حرمه، لأنها جاورت محل إقامته الشريف صلى الله عليه وسلم، فاستفادت بالجوار. حتى الشجر اللي فيها استفاد أنه لا يقطع شجره ولا يعضد شجره، كل ده بسبب الجوار. شوف أنت لما بتصلي في المسجد النبوي عشان بتصلي بجوار النبي، الصلاة بمئتين مليون. طب والصلاة في الكعبة عشان بعيدة عن النبي بمئة ألف، لكن عند النبي عشان الجوار بقت بمئتين مليون صلاة. طب وإزاي جبنا الكلام ده؟ جبناه من كلام النبي، قال الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، والصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه، وصلاة في إيه؟ في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، ربنا يرزقنا صلاة فيه إن شاء الله. كويس. ثم قال بعد ذلك اللهم إني أدعوك للمدينة بما دعاك إبراهيم لمكة، اللهم اجعل فيها ضعفي ما في مكة من الأجر. ودعوة النبي مستجاب، فلما جعل في المدينة ضعفي ما في مكة من الأجر، فبقت الصلاة بمئتين ألف في مسجد النبي زائد الألف الأصلية يبقى بمئتين مليون، كل ده بسبب الجوار. فيبقى الصلاة في مسجد النبي بمئتين مليون صلاة، خلافا للجماعة إيه العوام الصغيرين الضعاف يقولك أنا حاط في مكة أكتر بس الصلاة بمئة ألف، إنما الصلاة في مسجد النبي بألف. نقوله ده أنت مش واخد بالك، ده بألف قبل دعوة النبي، فلما دعا النبي صارت بضعفي ما في مكة من الأجر. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة تفتح كذا وتفتح كذا والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. المدينة خير لهم، ما قالش مكة خير لهم لو كانوا يعلمون، قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فربنا يرزقنا جوار لنبينا في مدينته المنورة به صلى الله عليه وسلم المباركة به، حيثما حل النبي حل المكان وطاب الجوار وارتفع الأجر وعظمت الشفاعة. هو كده لأنه بيحيي به البلاد والعباد صلى الله عليه وسلم.
فهو مثل الاتباع في العاقل المخاطب، لأن المنفعة من كل نوع من الخلق بحسب ما يتأتى منه، فإذا كانت المجاورة بنسبتها يكون الخير، وأقلها عدم وجود الشر. جاء في الخبر: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وإلا كان الضد. ولذلك يقول أهل التحقيق إن الرجل إذا كان محققا كان مثل النار، لأن النار من استعملها وتحفظ منها وجد فيها منافع شتى، كما قال عز وجل: متاعا للمقوين. قال العلماء: معناه المحتاجين، ومن استعملها ولم يحتفظ منها فإنها تضره. وكذلك الرجل المحقق، من عرفه وتأدب معه وجد فيه منافع، ومن ازدرى به يلحقه الضرر منه. طبعا لما تعرف ولي وتقوم بحقه وتستفيد به وتستفيد ببركته وبركة دعوته وبركة حاله، طيب، ولما تعرفه وتزدريه وتحتقر: ومن عدا لي وليا فقد أذنته بالحرب. هو زي النار، إن تعاملت معها بحكمة استفدت، وإن تعاملت معها بغير حكمة حرقتك وضرتك. واخد بالك؟ معلش كده لازم الإنسان يراعي مثل هذا الأدب. اللي عاشوا مع النبي واعترفوا بنبوته فازوا، واللي عاشوا مع النبي ولم يعترفوا بنبوته احترقوا بالنار، نار المخالفة. ومن ازدرى به يلحقه الضرر منه وإن لم يقصد هو ذلك، لأن الله عز وجل يغار له، لقول عز وجل: من أهان لي وليا فقد آذنني بالمحاربة. ونقف على الحديث 55، حديث صلاة النوافل قبل الفرائض وبعدها، غدا إن شاء الله. يا الله يا كريم، اللهم يا مجيد، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، مجيد الذات والصفات والأفعال، صلاة تورثنا بها مجدا ذاتيا برفع الهمة إليك، ومجدا في صفاتنا بحسن الأخلاق، ومجدا في أفعالنا بالتزام الأدب، لنقرب من جناب حضرة الحميد المجيد يا مجيب. اللهم يا باعث، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، الذي جعلته باعثا للوجود من حضرة العدم بقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وباعثا للهداية في نفوس أهل الغواية بقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وباعثا لأرزاق العباد حسا ومعنا بقول: إنما أنا قاسم والله يعطي، صلاة تجعلنا باعثين لأنفسنا ولمن تعلق بنا إلى حضرة علام الغيوب بمجرد النظرة والإشارة بالحال والمقال، وتبعثنا على خير حالة يا باعث يا وهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.